نار الصيام علينا شاهد، جنود صايمة تعلي كلمة التوحيد تجاهد. كان الصيام هو السلاح، كان النداء حي على الفلاح. معارك بالقلوب بيها نفتخر، بدر وفتح مكة وعين جالوت وهنفتكر. القادسية وكمان حتين واكتوبر 73، القادسية وكمان حتين واكتوبر 73، كلهم جنود صايمين وبتنتصر، جنود صايمين. فتح جزيرة رودس. منذ أن تولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ولاية الشام وحلم غزو البحار يلازمه، إلا أن العائق الذي واجه معاوية هو عدم الخبرة الكافية للمسلمين وقتها بركوب البحر. فكتب معاوية إلى خليفة المسلمين آنذاك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في غزو البحر، خصوصاً وأن الروم قد اقتربوا من السواحل العربية، إلا أن الفاروق رفض طلب معاوية خوفاً على أرواح المسلمين، كما أن لدولة الروم خبرة عريضة في البحر وفنونه، وهو ما ينقص المسلمين. وبعد أن تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة جدد معاوية الطلب بغزو البحار، فوافق عثمان، إلا أنه اشترط عليه ألا يجبر أحد على ركوب البحر، فمن اختار ذلك بإرادته فليفعل. هنا بدأ معاوية في الاستعدادات اللازمة لغزو البحار، وبدأ في تجهيز الأسطول البحري واختيار أمهر صناع السفن في مصر والشام، حيث تتوافر أنواع ممتازة من الخشب تصلح في صناعة السفن. كما عمل معاوية على تقوية الثغور البحرية بين مصر والشام وتزويد المناطق الساحلية بالمجاهدين استعداداً للقيام بحملات بحرية على أراضي العدو. جهز معاوية أسطولاً بحرياً كبيراً يتكون من 300 مركب ثقيل تحمل كل منها 1000 رجل و500 مركب خفيف على كل منها 100 جندي، فضلاً عن الأسلحة. واتجه صوب القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، فكان عليه أن يسيطر على عدد من جزر البحر المتوسط لتأمين أسطوله الزاحف للقسطنطينية، ولكي تكون هذه الجزر محطات تموين للأسطول البحري الإسلامي. وكانت جزيرة رودس من ضمن هذه الجزر، وهي جزيرة باليونان تقع قرب أسيا الصغرى، كما أنها جزيرة شديدة الأهمية بالنسبة للمسلمين، حيث كان الروم يقومون بالإغارة من خلالها على مراكب ومدن المسلمين الساحلية. وصل الأسطول الإسلامي إلى رودس في شهر رمضان المبارك من عام 53 هجرياً، وكتب الله لها أن تفتح في هذا الشهر الكريم على يد المسلمين، وقد أصبحت قاعدة بحرية هامة للجيش الإسلامي ونقطة ضعف شديدة لدولة الروم. وقد ساعد فتح رودس على فتح جزر أخرى بالبحر المتوسط، وتم بناء حصن كبير بالجزيرة وظل المسلمون بها حتى وفاة معاوية. وقد شهدت رودس عدة محاولات لفتحها بعد أن سقطت مرة أخرى من أيدي المسلمين، حتى كان آخرها عام 929 هجرياً في عهد الدولة العثمانية. وتستمر الحكايات والمعارك في شهر رمضان المعظم، شاهدة على صدق ونبل جنود بواسل ضحوا بأرواحهم في سبيل العزة والكرامة. وإلى لقاء يتجدد غداً مع جنود صائمون. جنود صايمة تعلي كلمة التوحيد تجاهد.